تكة تعقد المسألة وتكة تحلها. طيب ايه رأيك تحلها بتكة من وانت في مكانك؟ دلوقتي دروس الماس بقت من بيتك، وهتوفر وقتك فلوسك ومجهودك، علشان مع ماس هاب هتركز وتفهم وتحل في المعاد اللي يناسبك ومن غير ما تنزل من بيتك. تابع ماس هاب وهتلاقي فيديوهات شرح، تدريبات، مراجعات، حل MCQ، وبكده تبقى عقدة الماس اتحلت بتكة مع ماس هاب.